المواطن المصري استقبل يعني أخبار صفقة رأس الحكمة وبعدين الاتفاق مع الصندوق والاتحاد الأوروبي وشايف الأرقام الكبيرة اللي بقت موجودة في العملة، فلسان حاله عمال يقول طيب امتى الكلام ده بقى ألاقيه في انخفاض الأسعار. والحقيقة يعني أنا قعدت مع الزملاء ومع كل الجهات، وكان الحاجة الوحيدة اللي بدأت كانت كخطوة لموضوع يعني قالوا هنخفض الأسعار كان الزيوت، وطلعوا بمبادرة في قبل بداية رمضان أو في أول رمضان وإحنا بنفتح المعرض بتاع أهل رمضان وقالوا هنخفض 20%. الأسعار لما كانت بتزيد في اليوم الواحد مرتين وثلاثة، هو دي كانت مرتبطة بسايكل؟ لا، ما كانتش مرتبطة بسايكل. وحضراتكم يعني معلش أنا مش بستنى تقارير، أنا بنزل بنفسي بشتري حاجات بنفسي، فببقى شايف الأسعار بتزيد من أسبوع لأسبوع قد إيه. في حاجات كانت بتزيد بالخمسين والستين في المية في أسبوع، وأنا عارف أنا بقول إيه يعني. طب هو زاد في السوق، في السوق السوداء بالخمسين ستين في المية؟ لا، بس هو خلاص هو بقت عجلة دايرة أو بروسس إسكليتنج، وأنا زود وأنا زود في ظل إن ما كانش فيه توفير للعملة. النهاردة الحمد لله الأمور استقرت، وإن شاء الله هتفضل مستقرة، وإن شاء الله هتفضل مستقرة وربنا يعيننا والأمور تفضل ماشية بالطريقة الجيدة. طب الأسعار لازم تنزل، والأسعار تنزل بقى مش أنزل 5% و3%، لا، هو زي ما زادت الأرقام الفلكية دي كلها لازم تنزل، ما هي لازم تنزل وتنزل بأرقام معتبرة عشان المواطن يبدأ يحس يبقى عنده أمل ان الدنيا بجد في حاجة ايجابية بتحصل على الارض. حضراتكم خدوا بال حضراتكم، التضخم الهائل الغير مسبوق اللي عمره ما حصل في تاريخ البلد دي بسبب السلع الغذائية وبسبب السلع الاساسية اللي بصورة او باخرى حضراتكم مسؤولين عنها. احنا كان دايما بيبقى المشكلة البضائع متراكمة، والبضائع محدش بتخرج لان مش لاقيين دولار وبندبر دولار، ونتيجة لكده اضطرينا نلغي القرار بتاع المدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة تقديرا لان انتوا مش قادرين ندبر لكم الدولار، فقلنا ما فيش حاجة اسمها نصادر البضائع والكلام ده كله. طيب ايه اللي حصل النهاردة؟ اخر لقطة شفناها النهاردة الحكومة خلصت هي والبنوك اجراءات لبضائع بكام فن، كان الرقم اللي معروض علينا بحوالي 3 وشوية او 5 وشوية، انا بتكلم على الفترة الاخيرة 4.5. اللي خرج بضاعته، اللي خرج بضاعته 2.5 او 2.8. طب في حوالي بضائع موجودة في المواني ب1.7 او 1.8 مليار دولار، ورقها كله خلص والدولار متدبر في البنوك. طب الناس مش عايزة تروح تاخده ليه؟ قالوا اصل هم مستنيين الدولار ينزل تاني اكتر فيروحوا يفرجوا عنها لما الدولار يكون نزل، فيبقى هم كده يكسبوا اكتر. حضراتكم انا وجهت النهاردة المالية تنزل تصادر كل الكلام ده، هيطبق عليه القانون، هرجع اطبق تاني المهمل والراكت. انا خلصت اللي عليا، انا كدولة كان عليا قبل كده فعلا احنا غلطانين ومقصرين مش عارفين ندبر عمل. طب انا مدبر والاجراءات خلصت والورق خلص، صاحبها مش عايز يروح يفرج عنها ليه؟ لك تقعد شهر، ما انا الحكومة مدياني شهر ما ادفعش غرامة ولا ارضيات، استنى لغاية لما الدولار ينزل كده يمكن ينزل له كمان 3 4 5 جنيه، عملت انا المكسب ده كمان برضو واخرج الحاجة بالرخيص. يعني هل ده منطق؟ والبضايع تفضل موجودة وممكن يبدأ يحصل نقص في السوق لأنه مش عايز يخرج البضايع، يعني ممارسات أنا آسف أقول مش عارف أوصفها بإيه. إحنا عندنا فرق المتابعة بتاعت المجلس تنتشر وبالصورة تجيب لي من الأفرع بتاعت السلاسل كلها على مدار اليومين ثلاثة الجاية، يتقال لي ده فرع كذا في المدينة الفلانية ادي الاسعار فرع ده، انا عايز تقرير كامل بالصوت والصورة على مكتبي على مدار اليومين الجايين، نزلوا الناس كلها
ومعهم موبايلاتهم يصوروا ويورونا الكلام ده على الارض بيحصل ايه. وحضراتكم انا عايز يبقى عندي تقرير يا دكتور علي يومي على الانخفاضات اللي بتحصل، ومش على يعني انا اسف احيانا بيبقى نظري، وكنت دايما اقعد اجادل معاك يتجالي يقول لي اهو الرقم انزل انا الاقي حاجه تانية خالص في المحلات، روح اصل الاسعار دي موجوده في الصعيد مش في يعني. طب يعني احنا عندنا ربع عدد السكان موجودين في القاهره الكبرى مش كده برضو ولا انا غلطان؟ لما يعني ده لوحده انعكاس لبقيه البلد، لما انزل في اي حته في القاهره المفروض الاقي التخفيض ابتدى يحصل من بكره، ويتقال الارقام اقل تخفيض هيبقى ايه وبنسبه قد ايه، ده اقل حاجه. والكلمه اللي حضرتك قلتها انا لو عليا هقول لك ما يقلش عن 30، انما انتوا حضراتكم بتقولوا لا نبدا ب 15 20 خلاص انا همشي مع اللي قاله احمد بيه، احنا هنمشي متدرج لغايه ما نوصل للعيد نوصل للرقم اللي انت بتتكلم عليه ماشي، لكن من بكره الاقي 15 و20% تخفيضات بتحصل.